الحقيقة وإحنا بنودع هذا الأرخن الفاضل رجل الأعمال الأستاذ نبيل مهني الأسيوطي، يتساءل كثيرون لماذا مظاهرة هذا الحب فيه. هو من عائلة تقية محبة للكنيسة، خدمت جيلها بكل أمانة. ولد في محافظة أسيوط سنة 1942 ميلادية. والده المرحوم المقدس مهني الأسيوطي ووالدته المرحومة عايدة رستم. تزوج سنة 1963 من السيدة عفاف إدوار سيحة، نيح الله روحها. وهو والد ثلاثة نحبهم جميعا، السيدة غادة نبيل زوجة رجل الأعمال أسامة رفيق، والمهندس خالد الأسيوطي زوج السيدة نتالي كمال رطل، والمهندس مينا الأسيوطي زوج السيدة مريم جورج غبريال. له أشقاء سبعة، اثنين سيدات وخمسة رجال. ولعلاقتي بهذه الأسرة التي أعرفها منذ أن كنت طالبا في كلية الصيدلة، لعلاقتي بشقيقه الأصغر أستاذة نبيلة الأستاذة بالجامعة الأمريكية، المرحوم فايز مهني والمرحوم الفريد مهني، دكتورة مجدة مهني زوجة المهندس سامي إرمية، مدير عام الهيئة العامة لجمعيات الشبان المسيحيين بمصر والشرق الأوسط، والمرحوم مهندس ألبير الأسيوطي، والمرحوم الدكتور وجيه الأسيوطي الذي كان مديراً لمستشفى الحياة، زوج الدكتورة أميرة منير بسيري، والدكتور ناجي الأسيوطي زوج السيدة منى فؤاد مشرقي. له كثير من الأحفاد لا يسعني الوقت الآن أذكرهم، ولكن أريد أن أنظر إلى نهاية سيرة هذا الرجل لنتمثل به. فهو لم يكن رجل دين، لكنه عاش الكتاب المقدس بكل ما فيه وبكل معانيه. كان يحترم رجال الكهنوت، مطارنة، أساقفة، رهبان، قساوسة، راهبات، بل وأكثر من ذلك الشمامسة. خدم الكنيسة بملء الإيمان، وقدم بحبه لله وإيمانه وبصمته العجيب خدمات متعددة للكنائس والأديرة. كان يعيش كثيراً من الوصايا الكتابية وينفذها بكل دقة، وأنا هقول بعض الحاجات على سبيل المثال وليس الحصر. كان يطبق الآية التي تقول أحب بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، لأنه ليس لأحد حب أعظم من هذا بأن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه. أحب الجميع بغض النظر ما هي خلفية هذا الشخص أو ما هو عمره أو ما هو جنسه أو ما هو دينه أو ما هو مركزه الاجتماعي. وأقول وأشهد أمام الله أنه أحب المختلفين والمتضادين معا، ولم يفرق بينهم في التعامل. كان يحب الله من كل قلبه ومن كل نفسه. وأشهد أمام مذبح الله أنه لم يسعى يوما، لم يسعى يوما لتحقيق
شيء من أحلامه أو رغباته أو أهدافه من خلال علاقته الوثيقة بالكنيسة. عاش المحبة، والمحبة هي قمة الفضائل. فالمحبة أفضل من العلم، بل أقول أفضل من جميع المواهب الروحية، بل كما قال بولس الرسول تسبق الإيمان والرجاء. فكان يقدم صورة السيد المسيح الذي فيه، يقدمها بحب وليس كممارسة شكلية أو فرض عليه. كان يقدم الخير بعمق ويعمله بحب عجيب للخير، يفعله بحب لإلهه الذي خلقه. فكان يبذل بقلبه ولا ينتظر من أحد مديحا أو إعجاب. هذا الحب الذي فيه الموجود بداخله جعله لا يرفض أي طلب لأي إنسان جاء يطلب منه ووضع رجاءه فيه. فكان كالشمعة التي تذوب لكي تضيء للآخرين. كان قلبه متسعا فأحبه الجميع حتى الذين لم يعرفوه. الآية الثانية اللي أنا كنت أشوفه عايشها آية موجودة في سفر إرمياء النبي، حينما تكلم الرب عن صلاح الملك يوشيا وقال قضى قضاء الفقير والمسكين حينئذ كان خير. أليس ذلك معرفتي يقول الرب؟ فكان يعمل كوصية موسى النبي لشعبه بشأن معاملة الفقراء والمعوزين لما نصحهم وقال لهم أعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك. فباركه الله وبارك أعماله وبارك بيته وأولاده. الآية الثالثة اللي أنا بشوفه تنطبق عليه، ودي موجودة في يوحنا الأولى حينما قال يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. فكان يهاب الله ويخافه ويحبه. عايز أقول لم يكن له معيشة مثل الناس الذين في العالم. كان إذا نظر أخاه محتاجا أو نظر أحد في أي ضيقة لا يغلق أحشاؤه، فكان يثبت المحبة الموجودة فيه. فكان يعيش ويعمل أعمالا صالحة مهتما في الخفاء بالفقراء والمتألمين، كي يكون منفذا لقول الرسول كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط. عاش ما قاله سليمان الحكيم من يعطي الفقير لا يحتاج. فعاش محبا لهم يهتم بأمورهم في خفية، وكافأه الله، كافأه الله بصفات كثيرة ذكرت بعضها. فكان متضعا جدا، وديعا، هادئا، محبا. لم أراه يوما ينتقد أحد أو يدين أحد. بجانب كل هذه الصفات الحسنة
لا تجده متعاليا أو متكبرا. هذا هو الأرخن المحبوب والدنا الأستاذ نبيل مهني الأسيوطي. أردت أن أوجز بعضا من صفاته لكي نقتدي بها.